السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الأعزاء، حياكم الله جميعا، أشياء طيور زينة. أتمنى تعطوني رأيكم. طائر الراهب أو الكويكر، بصراحة أول مرة أربيه، واليوم جابه ابن أختي مهدي وراح أخذه وياي. أتمنى تعطوني رأيكم عن هذا الطائر الجميل، لأن ما ربيته، لكن بعض الأصدقاء أشوفهم يربونه ويتكلم إذا واحد اعتنى به وخلاه لوحده بالبيت. هذا عمره شهر تقريبا، وحجمه يصير أصغر من الدرة الهندية وشوية أكبر من الكوكتيل، والله المستعان. حياكم الله جميعا، تحياتي للجميع. طائر جدا جميل، سميته إيتو. أتمنى يطلع ذكر، الذكر أحسن من الأنثى بالتربية عن تجربة. وحيا الله الجميع. إيتو حبيبي، بعد ما يأكل أنطي يغر، مرة تنطي تفاحة أو شيء، ويأكل الفواكه بصورة عامة، يحب الفواكه، لكن ما جربت، حاول أجيب له التفاح يأكل.